السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. في هذه الحلقة طبيعة الحال ستكون استثنائية ونناقش الذكرى 38 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، وكل عام وأنتم بخير. يمينا بمجدك يا مؤتمر ويا قائدا بالوفاء استمر، سنمضي بنهج الزعيم الأقر وفي موكب الخير نحو الظفر. يمينا 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 بمجدك يا مؤتمر يا مؤتمر. يمينا بمبدئك المستقى يمينا بمبدئك المستقى، من الدين والنور قد أشرقا، لغيرك في الشعب ماذا بقى، من الحب لما عليك اقتصار. يمينا 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 بمجدك يا مؤتمر يا مؤتمر. هو الشعب في الموكب الأكبر والشعب في الموكب الأكبر، يفاخر أنه مؤتمر وعف شقائده الحمير، وخيلك نال العلا وانتصار. يمينا 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 بمجدك يا مؤتمر يا مؤتمر يا مؤتمر شعبي عام. مثل ما صمت وتحديت وغيرت الموازين، إن أمامك مهام مستقبلية لتغيير الموازين، وهي المرحلة القادمة هي الأخطر وأكثر خطورة من الحاضر والماضي. ستبقى مدى الدهر رمز النضال ونهج التوسط والاعتدال، وبالحب قدمت أعلى مثال وجنبت أوطاننا كل شار. يمينا 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 بمجدك يا مؤتمر يا مؤتمر. المؤتمر الشعبي العام تنظيم الوسطية والاعتدال، تنظيم الوطن، تنظيم التنمية، تنظيم الحوار، تنظيم البناء. منعت بحبك كل القلوب منعت بحبك كل القلوب، رفعت السلام رفضت الحروب، وقدمت تجربة للشعوب سناها بكل الوجود انتشار. يمينا 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 بمجدك يا مؤتمر يا مؤتمر. مشاهدينا الأعزاء، في مثل هذه الأيام وبإجماع وطني كانت تبذل الجهود الجبارة وتوضع اللمسات الأخيرة وتتسارع الاستعدادات الحديثة ليوم إعلان تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 من أغسطس عام 1982، ذلك اليوم التاريخي للإنجاز العظيم الذي لم يكن يختلف عما يعيشه الوطن والمواطن اليمني من ظروف صعبة وصراع محتدم وتدخلات وأيضا فتن وحروب وتفكك وانتهاكات ومخططات ومؤامرات وعدوان وتبعية، إلا في شيء واحد، ألا وهو وجود القائد المؤسس علي عبد الله صالح رحمة الله تغشاه في تلك المرحلة، بعكس المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن منذ بضع سنين خاصة بعد استشهاده رحمة الله تغشاه. مشاهدينا الأعزاء، حول هذا الموضوع وحول هذه المناسبة الغالية والعزيزة والغالية
على قلوب كل اليمنيين. يسعدني أن يكون بمعيتي الدكتور جمال الحميري رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في القاهرة. دكتور جمال مرحبا بك. أسعد بالخير مساء ولكل المشاهدين الكرام والمتابعين لقناة اليمن اليوم. مساء الخير وكل عام وأنت بألف خير. دكتور جمال، يعني ماذا نعني بمرور 38 عاما من أو منذ تأسيس هذا الحزب الوطني بامتياز؟ أولا في البداية كل عام أنتم بخير جميعا، ونريد نقول أنه بداية اليوم 24 من أغسطس في العام 1982 هو البداية العمل الديمقراطي والخروج من العمل السري للعمل العلني للديمقراطية، وكانت هي اللبنات الأولى التي وضعها المؤسس الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رحمة الله تعالى. طبعا احنا نعتبر اليوم هذا يوم تاريخي، يوم تأسيسنا على مدار ثلاثة عقود طالت من المنجزات من التنمية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو تنموية. عزيزي الكريم، بدأ الحوار، بداية الحوار، بداية العمل التنظيمي الحقيقي العلني البعيد عن السراديب والعمل في الظلام والخفايا التي كانت تحصل، هي كانت في بداية الانطلاق المؤتمر الشعبي العام التي صاغه جميع صيغة الميثاق الوطني، واللي نعتبره الإطار النظري للمؤتمر الشعبي العام، والذي أصاغته كوكبة من القبائل والمثقفين والسياسيين والقضاة باليمن. طبعا لم والقوة أيضا مختلف القوى السياسية لقد استلهم وكتب كل ما في الأفكار من كل خلاصة المجتمع الذي خلق من رحم يمنية من أصل يمنية لن يكن له أي ارتباط أيديولوجي ديني خارجي أو مستورد من الخارج، فقد أنجب ونحن نقول أنجب من رحم التربة اليمنية. فهذا الحزب العريق يا أخي لا يمكن أحد أن يزايد عليه. وقعت هناك المؤامرات عدة على إنها، وأريد أن أقول أيضا بأن ما يحصل اليوم هو كان تمر اليمن في ذاك الوقت بأزمة سياسية، أزمة دستورية، أزمة قانونية، أزمة دبلوماسية مع المجتمع الخارجي والإقليم، ولكن بحكمة وحكمة القائد المؤسس رحمة الله تعالى الشهيد علي عبد الله صالح لقد استطاع حين ذاك الخروج باليمن إلى بر اليمن إلى بر الأمان. طبعا يعني المؤتمر الشعبي العام والميثاق الوطني عندما نتكلم عن الإطار النظري للمؤتمر الشعبي العام هو من حقق، نقول حقق ثورة 26، من حقق أهداف ثورة 26 من سبتمبر من الوحدة الوطنية ومن خروج النفط ومن بناء جيش وطني قوي. ولكن هيهات هناك كانت مؤامرات عدة حاكت من 2011 أرادت الإطاحة بالمؤتمر الشعبي. أخي المؤتمر الشعبي، نعم. دكتور أنت أشرت إلى مسألة هامة جدا فيما يتعلق بنكبة 2011، وكانت طبعا بداية جاز لي التوصيف الدمار لكل ما هو حاصل. يعني هل يعني نستطيع أن نقول بأن هذه النكبة وهذه المؤامرة التي اندلعت في ذلك الحين استطاعت أن يعني تفكك من المؤتمر بنية وأبناءه إلى حد ما؟ أؤكد لك أخي الكريم، المؤتمر في حالة تزايد وليس في حالة تناقص، ومهما كان هناك تباينات تباينات هذه أشياء تباينات أنا أعتبرها تباينات صحية. لماذا تباينات صحية؟ لأنه المؤتمر الحزب الوحيد الذي لديه الديمقراطية داخل الحزب بغض النظر عن الأحزاب الأخرى التي تستسلم وتنفذ الأوامر المطاعة، ولكن المؤتمر يمتلك حرية داخلية داخل الحزب أعطته مساحة كبيرة من الحرية، فتجد هناك تباينات. لكن وأكد لك القول، كما كان في السابق وفي الحاضر وفي المستقبل سيظل المؤتمر هو الحزب الأول في الصفوف الأولى لامتلاكه
من القواعد الجماهيرية الكبيرة والعريقة على كل الأطياف في المجتمع، سواء كان سياسيين أو مثقفين أو فلاحين أو قبائل أو أو أو, أو إلى آخره. فالحزب المؤتمر مهما حاول والمتربصين، ولنعلم عندنا مقارنات كثيرة، ما فيش داعي أن نقارن كثيرا. نحن نعلم عندما قامت الثورة العدية في 2011 في المنطقة العربية، سقطت كل الأنظمة وسقطت كل الأحزاب الحاكمة عدا حزب المؤتمر، لأن المؤتمر هو من أصل ومن رحم اليمن، الذي صنع المنجزات والذي قبل بالآخر والذي عمل على التسوية وعمل على الحوار وعمل على التفاهم. لم يمتلك المؤتمر الشعبي ميليشيات مسلحة حتى إنه ينقض على الأطراف الأخرى، وإنما اعتمد على الديمقراطية، اعتمد على الصندوق وسلم السلطة حفاظا على منجزات التاريخية، وهي الديمقراطية والحرية والوحدة اليمنية التي حققت بعهد الزعيم الشهيد القائد المؤسس علي عبد الله صالح رحمة الله تفشاه. فسيظل المؤتمر كما كان في السابق وفي الحاضر، ونؤكد لكم ونؤكد لكل جماهير اليمن ولكل جماهير المؤتمر بأن المؤتمر سيعود وسيقوى إن شاء الله، وسيكون كما كان وكما عهدنا المؤتمر دائما ودوما مع الوطن. لذلك تجد المؤتمر هو دائما يضحي التضحيات تلو التضحيات من أجل الوطن، لأنه هم الوطن والمواطن. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور جمال الحميري، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في القاهرة، على هذه المداخلة وإتاحتك لنا فرصة هذا اللقاء. يا مؤتمر شعبي عام، مثل ما صمت وتحديت وغيرت الموازين، من أمامك مهام مستقبلية لتغيير الموازين، وهي المرحلة القادمة هي الأخطر وأكثر خطورة من الحاضر والماضي. تماسكوا كالبنانة وكالبنيان يشد بعضه بعض. تماسكوا. الله أكبر. بحنكة وحكمة وشجاعة وشموخ واقتدار للرئيس الصالح، تجاوزت اليمن وأحلك وأخطر الظروف والمراحل العصيبة والشبيهة بظروفها اليوم، وكما تستغيث اليوم من جور ما ألم بها من أخطار ومؤامرات كانت كذلك قبل أن تغيثها أيادي المؤتمريين بقيادة الزعيم القائد والمؤسس علي عبد الله صالح رحمة الله تغشاه. معي عبر الهاتف أيضا الأستاذة إيمان النشيري، رئيس القطاع النسائي في المؤتمر الشعبي العام محافظة ذمار من مسقط. أستاذة إيمان مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذة إيمان. نحن يعني على عتبة عام جديد، يعني أو عتبة العقد الرابع من تأسيس المؤتمر الشعبي العام، لو تحدثنا عن التحديات التي يواجهها حزب كل الوطنيين اليوم. أولا ونحن في ذكرى 38 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، نترحم على مؤسس هذا الحزب العريق، حزب البناء والتنمية والتطور والتقدم، الحزب الذي حقق أهداف ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، الحزب الذي وضع مدانيته بأول لبنى له وهو الميثاق الوطني الذي استمد من كتاب الله وسنة رسوله، وبكل ما يتحقق مع متطلبات الشعب اليمني واحتياجاته لمرحلة البناء والتقدم، الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه وعلى رفيق دربه الأستاذ عارف الزوكا وعلى كل الشهداء الأحرار الذين قدموا دماءهم رخيصة من أجل هذا الوطن ومن أجل البناء. كما أهنئ كل القواعد المؤتمرية الصابرة والصامتة السائرون على نهج الحزب المعتدل، حزب الاعتدال والوسطية، حزب نبض الطائفية، حزب الوطن الذي بني وجاء من الشعب نفسه وسمي المؤتمر الشعبي العام لأنه لم يأتي من أي دولة أو من أي مكان، وإنما أتى من الشعب اليمني، صاغه الشعب اليمني من نفسه. طبعا التحديات التي تواجه المؤتمر الشعبي العام، أول تحدي واجهه هو عندما أسس هذا الحزب لبناء الوطن. عندما تم تأسيسه كان كل همه التحدي الكبير، كيف يبني الوطن، كيف يحقق طموحات وتطلبات الشعب اليمني
كيف يجعل اليمن مستقر، لأنه كانت في تلك الفترة كانت اليمن تعيش صراعات سياسية وإقليمية كثيرة كما يعلمها الجميع. كيف يوضع لبنى أساس الديمقراطية التعددية السياسية؟ هذه كانت أول التحديات، وفعلا نجح في تحقيقها وحقق، والجميع يعلم ما حققه المؤتمر الشعبي العام، النهج الديمقراطي، النهج السياسي في كافة المجالات التعليمية، السياسية، التنموية، الاجتماعية. كيف حافظ على سيادة الوطن؟ كيف حافظ على الأمن والاستقرار؟ كيف كان نهجه التسامح والعفو؟ وما حصل خلال الفترة الأخيرة في 2011 كان أكبر دليل. كيف واجه الحزب ذلك الخروج بإسقاط النظام وإسقاط الدولة؟ لأنهم كانوا يعلمون أنه كان هناك نظام ودولة، فلذلك طالبوا بإسقاط النظام والدولة والقانون. والآن اليمن تعيش في فوضى. فكانت التحديات التي عاشها المؤتمر الشعبي العام في تلك الفترة هو إما أن يواجه صراع وإدخال اليمن في صراع دموي، أو يكمل نهجه الديمقراطي. وفعلا استكمل الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه نهجه الديمقراطي، وتنحى عن السلطة ليس خوفا ولا لقلة شعبيته، وكان الدستور في صفه، ولكن من أجل أن يرسخ مبادئ الديمقراطية ويرسخ النهج الديمقراطي للوطن، ولا يجعل الدماء تسفك ويجعل الحرب ويجعل الصراعات تزداد فيما داخله، لأنه كان يعلم بالمؤامرات التي تحاكم الوطن. نعم، يعني بالمقابل أستاذ إيمان، يعني هنالك مؤامرات، هنالك العديد من المؤامرات حيكت منذ زمن ليس بالبعيد يعني، وكانت انطلاقة هذه الشرارة في العام 2011. وهو سؤال أطرحه عليك أيضا وأكرره، هل نجحت هذه القوى في تفريخ المؤتمر، وكيف واجه المؤتمر مثل هكذا مؤامرات؟ أنا أقول لك المؤتمر الشعبي العام لم ينجحوا في القضاء عليه، بل زادوا في ترسيخه. فالجميع الآن بدأ يؤمن أن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الوحيد الذي سينقذ الوطن، وهو الحزب الوحيد، الحزب الوطني الوحيد الذي حافظ على الوطن، وحدته وجمهوريته ومكتسباته. حتى الناس الذين لم يكونوا في المؤتمر الآن بدأوا يقتنعوا أن المؤتمر الشعبي العام هو فعلا رائد البناء والتنمية. هناك حدثت إشكاليات ربما تكون بين قيادات الصراع، العملاء الذي كانوا مندسين داخل الحزب، أنا لا أسميهم من الحزب نفسهم، ليسوا أعضاء في الحزب، ولكن أؤكد لك أن قواعد المؤتمر وهي الأساس، قواعد المؤتمر مع القيادات الوطنية الشريفة سواء في الشمال أو في الجنوب وكل أنحاء الوطن، هي لا زالت ثابتة وراسخة، ويسيرون على نفس النهج. مهما حاولت الصراعات سقوطنا أو عثور خيل المؤتمر الشعبي العام، إلا أن الخيل لا تسقط، حتى لو عثرت فإنها تنهض من جديد وتعيد بناء وتعيد رسالتها، بناء وتوجيه رسالتها. لذلك المؤتمر الشعبي العام لا زال يواجه تحديات إقليمية، وهو كيف القضاء عليه، ولكن بسبب تماسك أعضائه لن يستطيعوا القضاء على هذا الحزب العريق، لأن له بصمات تاريخية موجودة على مدار 38 عاما وجدت في كل أرجاء الوطن. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة إيمان النشري، رئيس القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام في محافظة دمار، حدثينا من مسقط عمان، شكرا لك. انتوا المؤتمرين مسؤولين عن وطن مش عن انفسكم، مسؤولين عن الوطن من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه، مش مشغولين بمصالحنا. التركه ثقيله عليكم وهموم الوطن عليكم، صحيا وثقافيا وانمائيا وعلى مختلف الاصعده. قدرتكم ان تتحملوا المسؤوليه، يجب ان تتحملوا المسؤوليه بجداره وبروح وبمسؤوليه وباخلاص لهذا الوطن. بهذه المناسبة العزيزة مشاهدينا الأعزاء، على قلوب كل اليمنيين والوطنيين ثمة رسائل عديدة بعثها
العديد من أعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمناسبة مرور أو الاحتفاء بالذكرى 38 على تأسيس نتابع. أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام. الحزب الرائد، حزب الاعتدال والوسطية، المؤتمر الآن حاليا يواجه عديد من الصعوبات الحاصلة في عدة في عدد من المحافظات اليمنية بشكل عام. نحن راهنا على الخيل، ورهاننا سوف يكون إن شاء الله رهان، واللي رهن على الخيل دائما الخيول توقع واقفة. أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى 38 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. هذا الحزب العريق الذي ساهم طيلة فترة حكمه في إرساء الأمن وحفظ الاستقرار بقيادة الزعيم علي عبد الله صالح. حقق هذا الحزب العديد من المنجزات، منها الوحدة اليمنية عام 1990 ما بين الشاطر الشمالي والشاطر الجنوبي. الذكرى 38 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام والذي أسسه الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح هو منهج حياة ودستور حياة للشعب اليمني وطوق النجاة الوحيد بعد عدة تجارب في خلال 9 أعوام في التجارب في بأحزاب بديلة، إلا أنها لم تستطع أو لم تتمكن من أن تحقق ما حققه المؤتمر الشعبي العام من قاعدة جماهيرية شعبية على مستوى الجمهورية اليمنية كأعضاء أو منتسبين أو في الجانب السياسي أو في الجانب الخدمي، بل إنما أدخلت البلد في نفق مظلم وأصبح مقسم مشتت كله لسياسة هوجاء طغت على من حاولت أن تتنكر لفضل وحلم الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح طيلة 33 عام والذي صبت كل حقدها وغضبها ضد المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الرائد والحزب العريق والحزب الأصيل، هو باني نهضة هذه الأمة ومؤسسها. طبعا من منجزات المؤتمر الشعبي العام الوحدة اليمنية، الديمقراطية، المؤسسات، الأمن والأمان، النظام والقانون. وما نجد الآن من مفارقات عجيبة هي تذكر كل الناس ملايين الأفراد من الشعب اليمني يتذكرون المؤتمر الشعبي العام كيف عاش في كنفه كل الأطياف السياسية. لكن اليوم مع المفارقات العجيبة فكل الناس يعني مكايدات سياسية لا تنأى بالنهوض بوطن. حزب المؤتمر، حزب الوسطية، وحزب الاجتماعية، وحزب التعاون والتنمية والمشاريع، وحزب الأمن والاستقرار والسعادة الدائمة لأهل اليمن. في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام نعتز ونفتخر من ما أنجز في جميع المجالات، وعلى ذلك وعلى رأس ذلك الأمن والاستقرار، وذلك بقيادة الرئيس المشير علي عبد الله صالح. عبد الولي الحصيصي متحدثا بهذه المناسبة ويقول لن نكرر الحديث عن إنجازات عفاش ومؤتمر عفاش حتى وإن تنكر لها عديم الأصل والمروءة والذمة والدين والضمير الحي في الواقع والشعب والتاريخ، بعد الله خير شاهد وهو أحكم الحاكمين. وأضاف كما يعلم القاصي والداني والعدو قبل الصديق ما حققه المؤتمر الشعبي العام وقيادته للوطن طوال فترة حكمه، وكذلك يعلمون علم اليقين بما حل في الوطن منذ عام 2011 ومنذ أن بدأت القوى التدميرية بالتآمر على الوطن أولا وعلى الحزب ليس آخرا. يسعدنا أيضا أن يكون بمعيتي للتحدث حول هذه المناسبة نبيل الجماعي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في عمان في الأردن أو في نيويورك عفوا في نيويورك. نبيل الجماعي، أستاذ نبيل مرحبا بك. اهلا وسهلا فيك. مرحبا بك. يعني 38 عاما اذا منذ تاسيس المؤتمر الشعبي العام، ويعني لا يزال يحتل موقعا كبيرا ويشغل حيزا كبيرا في اوساط قلوب كل الجماهير اليمنية. كيف تقرا معطيات هذه المرحله وما قدمه هذا الحزب طيله 3 عقود او 4 عقود الا عامين خلال هذه الفتره؟ تفضل.
المؤتمر الشعبي العام بشهادة أعدائه بطريقة غير مباشرة. أنت تلاحظ الآن أنه كل الأطراف التي تناهض المؤتمر هي من تحاول سرقة أو تهجين المؤتمر الشعبي العام للاستحواذ عليه، وهذا دليل على أن مبادئ المؤتمر الشعبي العام هي المبادئ التي اتفق عليها الجميع، إلا أن الحاقدون يأبوا أن يعترفوا، وزي ما قال أبت النفس الخبيثة إلا أن تحسن لمن أحسن إليها. نعم. وها هم يسيئون للمؤتمر بطريقة ويحاولون سرقة المؤتمر والسيطرة على المؤتمر بطريقة أخرى، وهذه قلت لك دلالة قاطعة على أن المؤتمر الشعبي هو الحزب القادر على تلميم الجروح وإدارة البلاد، وهذا شيء مجرب. لقد جربنا ما أتوا من الذي أتوا من بعد المؤتمر الشعبي العام، وإلى ما أوصلوا البلاد من هوان وضعف وارتزاق، وهذا قلت لك دلالة قاطعة على أن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الراسخ والقادر، والأحزاب الكبيرة الراسخة للوطنية والانتماء للوطن قادرة على النهوض من وسط الرماد وتوليد النصر من رحم الهزيمة، وقادرة على تصحيح المسار وتدارك الأخطاء ونبذ الدخلاء، وهذا ما يميز المؤتمرين والمؤتمر الشعبي العام. فهنيئا لنا كمؤتمرين، وبإذن الله سيعود ويلملم جراحه المؤتمر الشعبي العام، وستستمر وسنحتفل إن شاء الله بالعيد أي تأسيس المؤتمر للمية مش 38 فقط. نعم. لن يكون هذا إلا بتعاون الجميع. قلت لك الآن وصلت أو تخلدت فكرة وقناعة عند الجميع أن المؤتمر الشعبي العام هو الحل، ولكن القمر وعدم الاعتراف والولاء المطلق وأيضا المغالاة في العداء. يعني بالمقابل أستاذ نبيل، يعني وأنت تشاهد الآن ما حل في الوطن من دمار ومن مؤامرات، هل أصبحت فئة من الشعب تراهن على الأحزاب الأخرى في مثل هكذا وضع لأن تمثل طوق نجاة لاحقا؟ لا يمكن أبدا، وتجربة المجرب خطأ. عندما جرب المؤتمر الشعبي العام وجدت الوحدة، عندما جرب المؤتمر الشعبي العام بنيت البنية التحتية، عندما جرب المؤتمر الشعبي العام توحدت القلوب، عندما يعني إنجازات لا نقدر إحنا الآن الكلام الذي نطرحه لا ليس من باب المزايدة أو الكذب، أو هذه حقائق واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء. إنجازات المؤتمر الشعبي العام لا يجهلها أحد إلا حاقد، إلا من كان حاقدا، لكن هو يعلم علم اليقين أن المؤتمر الشعبي العام كان حتى محتضن بقية الأحزاب. هات لي حزب واحد مستعد أن يكون له صدر رحب كصدر المؤتمر الشعبي العام ويحتوي كل الأحزاب. نعم. لا يوجد. بالفعل الأستاذ نبيل الجماعي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام، أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من نيويورك، أو رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في نيويورك. هذه المرأة، هذه البطلة الذي خلال الأزمة وهي إلى جانب أخوها الرجل في ميدان السبعين، هذه هي المرأة اليمنية، هذه هي المناضلة، هذه هي الأم، هذه هي الأخت، هذا هي المؤتمر، وكذلك المؤتمرين في كل مكان صمتوا وواجهوا رغم الهجمة الشرسة والخبيثة على المؤتمر الشعبي العام وتكوينات القيادة. سيبقوا مؤتمرين وسيبقوا قوة ضاربة. معي أيضا عبر الهاتف الناشطة الحقوقية نورة الجروي. نورة مرحبا بك. إذن 38 عاما مرت على العطاء وعلى الوطن، إذا تحدثوا معك على صعيد آخر فيما يتعلق بالمرأة التي أشار إليها في خطابه قبل قليل الزعيم علي عبدالله صالح، أو فيما عرض
قبل قليل، هذه المرأة الأم والأخت التي كانت رائدة بامتياز. لو قرأنا مقارنة سريعة، كيف كانت المرأة وما هو عليه حالها اليوم؟ طبعا اليوم نهنئ كل أبناء الشعب اليمني وكل أبناء المؤتمر الشعبي العام ونساء ورجال بذكرى 38 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. هذا الحزب الرائد، هذا الحزب الوسطي، هذا الحزب الذي يعتبر هو الأقوى على الساحة الوطنية، لأنه احتوى وكان مظلة لكل الأحزاب، لكل الفئات ولكل طوائف المجتمع ولكل مختلف ثقافاته، مختلف اختلافاته، وكل عقائديا اجتماعيا ثقافيا كل طبقات المجتمع موجودة في المؤتمر الشعبي العام، وكانت المرأة حاضرة بقوة منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام. ويؤسفنا اليوم أن نحتفل في الذكرى 38 للمؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبد الله صالح غير موجود معنا، والأمين العام للمؤتمر الأستاذ عارف الزوكة أيضا. طبعا نترحم عليهم في مثل هذا اليوم، ونقول للمرأة المؤتمرية، كانت المرأة في المؤتمر كان لها مكانة كبيرة جدا على مستوى الحزب، كان لها وجود قوي كموجودة في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام. هناك امرأتين في المؤتمر الشعبي العام، أمينة عام مساعدين الأستاذة الدكتورة متفزاك حمد والأستاذة فايكة السيد. هناك عضوات في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، هناك عضوات في اللجنة الرئيسية، هناك عضوات برلمان، هناك عضوات مجالس محلية. المرأة في المؤتمر الشعبي العام داخل إطار الحزب موجودة في كل فئاته، في كل هيكلة. أيضا في على مستوى الوطني، المؤتمر الشعبي العام هو حزب الدولة وحزب المؤسسات الدولة، كانت المرأة حاضرة وبقوة مختلف مناحي الحياة، كانت موجودة سفيرة، وزيرة، عضوة مجلس نواب، موظفة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية دبلوماسية، كانت موجودة المرأة وبقوة. اليوم أين وضع المرأة؟ طبعا ما بعد 2011 ووضعها ما قبل 2011 طبعا شتان الوضع. اليوم المرأة اليوم هي معتقلة وهي نازحة وهي مشردة وهي جائعة، وهي اليوم منها شهيدة ومنها جريحة. المرأة طوال فترة وجود المؤتمر الشعبي العام في السلطة كانت قوية، وكانت تحظى بحقوق كبيرة، وكانت تحظى باحترام كبير. اليوم المرأة في السجون ونازحة، وضع مأساوي تواجه النساء كثير. نعم، أنت أشرت إلى نقطة هامة أستاذة نورة، يعني المرأة بما حظيت أو ما حظيت به خلال تلك الفترة أو ثلاثة عقود من الزمن، يعني إذا ما قلنا أو سوينا بعض المقارنات يعني كما يقولون بين الأمس واليوم، نحن نتحدث اليوم فيما يتعلق بالأحزاب وما الذي يمكن أن تقدمه الأحزاب الأخرى للمرأة. هل بإمكان المرأة لاحقا أن تتبوأ أماكن ومناصب سيادية كما تبوأت من قبل في عهد المؤتمر، أم أن للجماعات خاصة الدينية طقوسا أخرى وقيودا أخرى ستفرضها لاحقا أو حاليا، خاصة إذا ما تحدثنا يعني عن سلطة الأمر الواقع والتي تحدثت واكبها الكثير من القمع وغيبت الكثير من النساء التي لا تزال حتى هذه اللحظة في السجون على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وأيضا من المنظمات الحقوقية والإنسانية؟ طبعا بالنسبة للمرأة ما قبل وبعد، طبعا شتان فرق كبير ما حظيت به المرأة قبل 2011 وما وكيف وصلت بعد 2011. خرجت النساء في جانب فبراير 2011 وطالبنا مزيدا من الحقوق، واليوم أين حقوق المرأة؟ اليوم حتى المزايدين، الجماعة الدينية يستحيل أن تضع للمرأة مكانتها أو تمنحها أي حقوق. الجماعات الدينية والأحزاب الدينية المؤجلة هي فقط تستخدمها كورقة، بعكس المؤتمر الشعبي العام الحزب الوسطي القائم على المرأة والرجل فيه. طبعا بالنسبة حتى المؤتمر الحوار الوطني ما يسمونه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، أين تمنح المرأة 30%؟ أين 30%؟ اليوم المرأة ولا موجودة بأي، حتى الاجتماعات الرئاسية، الاجتماعات رئاسة الوزراء غير موجودة، وغير لم تأخذ المكانة أو النسبة التي تحدثنا عنها كثير من النساء وتم المزايدة بهذه الأرقام. اليوم المرأة تطمح للعودة لما قبل 2011، كانت وصلت إلى أعلى المستويات، كانت وصلت في السلم الوظيفي لمراكز عليا، كانت موجودة في صنع القرار، كانت تحظى باحترام المجتمع، كان المرأة لها مكانتها، كانت المرأة أيضا في جانب المنح، في جانب خريجي الثانوية العامة أو خريجي الجامعات كان لها وجود قوي. اليوم المرأة اليمنية تعاني بؤس لم تشهد خلال 50 عام منذ قيام الثورة الجمهورية المباركة.
اليوم نحن عندما نتحدث عن المؤتمر علينا أن نفتخر نحن كمؤتمريات، وعلينا أيضا اليوم أن نحيي كل نساء المؤتمر الشعبي العام اللواتي كان لهن موقف قوي جدا في الدفاع عن الدولة وعن الجمهورية وعن قيادات المؤتمر الشعبي العام. وأن نؤكد اليوم أن المؤتمر الشعبي العام باقي بقاء كل مؤتمرية ومؤتمرية. المؤتمر الشعبي العام سيبقى على خطى المؤسس الزعيم القائد علي عبد الله صالح رحمه الله ورفيق دربه الأستاذ المناضل عارف الزوكة. المؤتمر الشعبي العام نحن كنساء مؤتمريات سنبقى على العهد وباقيات على العهد للزعيم علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام. بقاء المؤتمر الشعبي العام هو بقاء للدولة وللجمهورية وللحياة وللحريات وللحقوق. ونحن نقول اليوم وعلى ثقة بأن المؤتمر سيعود قوي، سيعود بالشرفاء والأحرار فيه، ويستحيل أنه يستمر الوضع كما هو عليه. المؤتمر يبقى هو الأقوى في الساحة الوطنية، المؤتمر قوي بنسائه ورجاله. تحية طبعا لجميع المؤتمرين بشكل عام، وكل عام وجميع المؤتمرين بألف خير، ورحم الله الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأستاذ عارف الزوكة رحمة الله تغشاكم تحياتي لكل المؤتمرين في داخل المؤتمر وفي داخل الوطن وخارجه. المؤتمر واحد، المؤتمر قوي، المؤتمر هو القادم بإذن الله. على المؤتمرين أن يتلحموا وأن يبقوا صف واحد على خطى الزعيم الشهيد الراحل علي عبد الله صالح رحمه الله. كما أشرت بالفعل، وسيظل المؤتمر طوق نجاة كل اليمنيين الذين ما زالوا وسيظلون يراهنون على هذا الحزب الوطني والوسطي وعلى قيادات ومنتسبي المؤتمر الشعبي العام، مواكبة الحاضر والعمل من أجل الوطني والمؤتمر والتفكير بالمستقبل ومغادرة الماضي. أشكرك جزيل الشكر الناشطة الحقوقية نورة الجروي، كنت معي عبر الهاتف. وصلت وإياكم مشاهدي الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة والتي خصصناها للحديث عن المؤتمر الشعبي العام في مناسبة ذكراه 38. كان معي إخراجا الزميل خالد عوضة، وإعدادا وتقديما كان معكم عيسى العزب، وألقاكم في محطة قادمة. السلام عليكم.